النهارده حصلت عده مناوشات او عده امور تطورت سريعا. طبعا الجلسه بدات في حضور المتهم اللي كان موجود اللي جايب سياره الاسعاف وكان موجود جوه على طبعا اله خاصه بسبب يعني ما حسب ما قيل طبعا بسبب حالته الصحيه. أسرة يوسف طبعا يعني الدفاع بدأ يترافع قدام المحكمة وطلب بنقل الشاب إلى أحد المستشفيات مستشفى وطلب بنقله إلى مستشفى القصر العيني علشان وطلبوا بنقله إلى المستشفى علشان حالته الصحية. طبعا يعني أسرة يوسف وباقي أسر الضحايا اللي كانوا موجودين خلال الجلسة لما سمعوا من المتهم أو من دفاع المتهم إن هم بيطالبوا بنقله إلى المستشفى، ده دفع طبعا الأسر إن هم يعترضوا بشكل كبير جوه قاعة المحكمة، وأدى إلى حدوث يعني حالة من حالات الانهيار لدى والدة يوسف اللي فضلت تصور يعني تصرخ بشكل هستيري داخل قاعة المحكمة بسبب طبعا طلبات الدفاع واعتراضها على ما جاء في طلبات الدفاع، وقالت ان يعني اللي حصل دوت زي ما حضراتكم شايفين دي سيارات الشرطة بتغادر المكان بعد طبعا انتهاء الجلسة. تفاصيل مع حضراتكم تفاصيل اللي حصل بعد ما الدفاع طلب من أسرة يعني ما طلب من هيئة المحكمة بنقل الشاب المتهم كريم الهواري لمستشفى بسبب حالته الصحية، ده خلى أسر الضحايا ينهاروا بشكل كبير ويعني حالة من حالات الحزن والغضب انتابتهم. معانا هنا أحد يعني أسر الضحايا بتتكلم عن تفاصيل القضية، هم طلبوا القصر العيني. طلب اخير لو حضرتك ايه اللي بتطالبي بيه يعني ابرز ما بتطالبي بيه؟ يعني لما المحامين طلبوا كده القاضي عمل ايه؟ القضاء لان احنا برضه المحامين بتوعنا طلبوا ان هو يبقى في مستشفى السجن. القاضي خد قرار ولا لسه؟ لا لسه. لسه قرار الجلسه؟ لسه. تمام. حضرتك تتوقعي تتمني حكم معين؟ اتمنى الحكم العادل من ربنا سبحانه وتعالى. فحضرتك بتقولي ان اللي نقلت كريم للمستشفى هي اخته. مين من افراد اسرته حضر حضرتك؟ يعني من لا ما اعرفهمش اصلا، مش عايز اعرفهم. ما اعرفهمش. اللي احنا عايزين نعرفه حضرتك دي بتقولي جوه في الجلسه اللي اتضح ان اللي نقلت كريم للمستشفى هي اخته رنا. ده صحيح يعني وقت الحادث هي اللي جت بالعربيه بتاعتها وقامت بنقله للمستشفى، هو اتصل بيها. اه. ده اللي اتقال جوه. اه. وبعد كده الدفاع طلب من الـ من الـ من هيئه المحكمه ان هم ينقلوا المتهم لمستشفى القصر العيني بسبب حالته الصحيه. وده طبعا انتم شايفينه غير 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 صحيح وغير منطقي بسبب ان حالته الصحيه. طبعا وجايبينه يعني تمثيليه قدامنا. جايبينه على سرير ومش قادر يتكلم. يعني وكل جسمه متجبس اللي هو امال هو مش معاه ازاي؟ امال هو نزل من العربيه ومشي مع اخته ازاي؟ اه انت قصدك وقت الحادثه كان سليم وراجع راح المستشفى؟ ما فيهوش حاجه. كان سليم ما فيهوش حاجه، امال اتصل باخته وخرج معاه ومشي معاه بالعربيه السليم. مين ده اللي كان سليم يا فندم؟ كريم الهواري. امال بيقول لك اتصاب اثناء لما خبط الاربع ضحايا. وان كان في اصابات مشي على رجله يا حبيبتي وركب معاها العربيه. كان في حد من باقي اسر الضحايا داخل الجلسه جوه؟ احنا شايفينها النهارده. شايف عدد؟ كان تدليس. في اي محامين من ناحيه المتهم حاولوا يتواصلوا معاكم؟ ايوه حبوا برضه ياخدوا الكاميرات. حاولوا يتواصلوا معاكم المحامين اثناء الجلسه ديت؟ حبوا ياخدوا او مع الدفاع بتاعكم؟ كاميرات ايه اللي حبوا ياخدوا؟ كاميرات الحادث اللي صورت الحادث. سبب عدم دخول الصحفيين الجلسه شفاد؟ ابو عدد المحاميين اللي كانوا رايحين ياخدوا الكاميرات. تمام، دي قضيه ثانيه بتم نظرها في محكمه جنح الشيخ زايد النهارده ولسه جلستها شغاله. هم مستمرين في تدليس الحقيقه. عدم دخول الصحافه. عدم دخول الصحافه النهارده هتفسريه بايه دلوقتي؟ ربنا خلاص كشفوا وفضحوا. اطمنونا ان احنا نتمنع ان احنا ندخل نسجل. دي كانت احد يعني اسر ضحايا حادث الشيخ زايد واللي هي اسره يوسف كانت بتتكلم عن تفاصيل اللي حصل خلال الجلسه. طبعا الجلسه النهارده احنا ما قدرناش نحضرها او نوفر تغطيه حيه من جوه قاعه المحكمه بسبب منع هيئه المحكمه للصحفيين والاعلاميين من حضور الجلسه. هكمل معاكم تفاصيل اللي حصل جوه الجلسه. طبعا في الساعه مثلا 10:30 11 وصل كريم الهواري داخل عربيه اسعاف ومحاط بعربيتين من سيارات الشرطه علشان يقوموا بتامينه. بعد ما وصل كريم الهواري هنا لمحكمه معسكر الامن المركزي المكان اللي احنا فيه دلوقتي، دخل قاعه المحكمه وكان قاعد على زي ما طبعا يعني نقدر نقول كده نقاله بسبب ما قيل ان حالته الصحيه لا تسمح
باستكمال او بمحاكمته بشكل طبيعي او ان هو يكون يعني واقف على رجليه. بدات الجلسه النيابه العامه تلت امر الاحاله، وبعد ما قالت امر الاحاله وجهت اتهاماتها لكريم الهواري بالقتل الخطا لاربع طلاب وهم عمر ويوسف وسعيد وعبد الله، نتيجه طبعا قيادته سيارته تحت تاثير مخدر ومسكر، وقياده السياره بسرعه عاليه اعلى من السرعات المقرره على الطرق اللي كان ماشي فيها اللي هو طريق نزهه داخل مدينه الشيخ زايد، واتهمته كمان بتعاطي مواد مخدره وحيازه مواد مخدره بقصد التعاطي. بعد ما النيابه العامه طالت امر احاله كريم لمحكمه الجنايات، بدا الدفاع بتاع المتهم يقدم طلبات لهيئه المحكمه، وكان من بين الطلبات اللي طلبها دفاع كريم الهواري النهارده قدام المحكمه انه طلب من المحكمه بان هي تنقل كريم لمستشفى خارجيه غير مستشفى وادي النطرون، بسبب ان مستشفى السجن اللي هو موجود فيها غير مجهزه لاستقبال حالته، فطلب ان هو يبقى موجود داخل مستشفى ثانيه تكون مجهزه لاستقبال حالته. دوت طبعا خلى اسر الضحايا ينفعل جدا. ده خلى طلبات دفاع كريم الهواري ونقله المستشفى خلى اسر الضحايا ينفعلوا بشكل كبير، بسبب طبعا رفضهم للمطلب دوت، وقالوا ان هو كريم سليم وما فيهوش اي حاجه، وان اي مطالب بيطالبوا بيها علشان نقل كريم لمستشفى خاصه هي مطالب غير سليمه، وطلبوا من هيئه المحكمه بعدم الاستمثال اليها، وبدات تحصل حاله من حالات الصريخ من جانب والده يوسف، وانها تعيط وتبكي بشكل هستيري، فهيئه المحكمه خرجتهم كلهم من قاعه المحكمه بسبب طبعا الكلام اللي حصل جوه. وبعد كده استمعت لطلبات الدفاع وطلبات المدعي بالحق المدني اللي هو دفاع المحامين، دفاع اسف المجني عليه. معانا هنا طبعا استاذ عصام احد محامين الدفاع، هيتكلم عن تفاصيل القضيه، نحاول نسمع ليه. عشان يبقى لينا حق الحضور يا جماعه، الادعاء المدني دي مش معنى احنا عاوزين مليون جنيه، لا، احنا عشان يبقى لينا حق الحضور ولينا حق ابداء الطلبات ويبقى لينا حق النقد بعد كده لو المحكمه الحكم ما عجبناش، يبقى لينا حق النقد ويبقى لينا حق التدخل في محكمه النقد بعد كده. بس طيب. هو ده اللي تم. طيب احنا عاوزين حضرتك اتأجلت لامتى؟ لسه القرار لسه ما طلعش. حتى الان ما طلعش، طب هل المحكمة امتثلت لأي طلبات من طلبات الدفاع؟ القرار هيطلع امتى؟ كل ده القرار هيطلع آخر الجلسة بخلال ساعتين. تمام جدا. بخلال ساعتين، المحكمة امتثلت ولا ما امتثلتش ده قرار المحكمة ولسه. بخلاف التعويض المدني كان في مطالب تاني للدفاع؟ لا لا مفيش أي مطالب تاني غير إن احنا طلبنا برضو أجل لتجهيز طلباتنا، يعني احنا نطلع الأول على القضية وبعد كده نجهز طلباتنا. طيب. مش هنطلب حاجات من أول جلسة. جميل يا استاذ. بيتم في الحالات اللي زي دي القتل الخطا او كده مع اصابه اللجاني بيتم نقله من مستشفى السجن لمستشفى خاصه فعلا ولا لا؟ مش كل الاحوال. مش في كل الاحوال. مش كل يعني الأحوال. الطلب طبعا حسب حالته الصحيه، حسب حالته الطبيه. مستشفى السجن اصلا عليه ايه؟ مستشفيات السجن اصلا مجهزه على اعلى مستوى، وبناء عليه ادعى ان احنا ننقله مستشفى خاص او ننقله مستشفى القصر العيني، بالاضافه ان هو اساسا اتعالج في مستشفى الصفا قبل ما يتنقل لمستشفى السجن. يعني هو اتعالج واجروا العمليات اللازمه واجروا الرعايه الطبيه اللازمه وبعد كده اتنقل وبعد كده اتنقل. تمام؟ مفيش بقى مبرر ان انا انقله مستشفى خاص تاني او انقله مستشفى القصر العيني. كان ظهوره جوه ازاي؟ ظهوره جوه كان على ترول طبعا، وكان يعني في جبس في ايديه ورجليه وما قدرش يقوم، كان بيتكلم وهو راقد على هو قال. طب في كلام بيتقال؟ انكر الاتهامات كلها. انكر الاتهامات رغم ان هو اعترف ان والرد كانت النيابه طلبت رد من كانت طلبت ايضاح من جهاز مدينه الشيخ زايد عن حاله الطريق والسرعه المقرره عليه، فجه الرد بيقول ان السرعه المقرره عليه لا يتجاوز 60 كيلو. تمام، لانه احد الطرق الداخليه في المدن طبعا سرعتها ما بتزيدش عن 60 كيلو. وان الطريق دي ممكن تكون مناقشه طبيبة الطب الشرعي، ممكن يكون مناقشه شهود الاثبات عباره عن شهود الرؤيه، ممكن يطلب برضه مناقشه ضابط التحريات. ممكن يعني بيبقى في اكثر من طلب للدفاع. بعد ما المحكمة بتستجيب لطلباته بيبقى بقى الجلسة اللي بعديها مناقشة الشهود. طب لو سمحت، هي كانت ايه طلبات الدفاع المتهم؟ ما احنا قلنا طلبات الدفاع النهارده فقط اجل الاطلاع، فقط اجل الاطلاع ونقله مستشفى القصر العيني. ده دفاع المتهم. دفاع المتهم اللي طلب. تأجلت لحد امتى؟
لسه الاجل لسه ما طلعش. انت حضرتك تقول لي اخر تطورات القضيه؟ ما احنا قلنا اخر لسه قايله حالا دلوقتي. معلش بس لو نشكرك.